40 kilos, but the weight is making me sweat. السلام عليكم جميعا. أنا اسمي سالم إبراهيم حفظ الله من فلسطين. أنا كومبيتيتيف سترونجمان وثالث أقوى رجل في الشرق الأوسط. اليوم ححكي معاكم عن تو ايفنتس بالسترونجمان أو حركتين بالسترونجمان، هما الساند باك كاري واليوك. التنتين حركتين مهمين وأساس أي برنامج تمريني أو بطولة في السترونجمان، عادة بكونوا انكلودد. هلا حتكلم معاكم عن كيف تشيل الساند باك من الأرض. بدك تفكر فيها كأنك عم تعمل ديدليفت. الكور الخصر البيس لازم يكون فيه بريشر، الظهر ناتشورال بوزيشن مش مقوس لهاي الناحية ولا مقوس لهاي الناحية، وبتنزل كأنك عم تنزل لديدليفت. الساند باج نفسها ما تكون كثير قدامك ولا تكون كثير لجوا، لازم تكون في الوسط تقريبا في مكان انت تقدر تحملها، ونفس ما بدك تفكر فيها نفس ما بدك تفكر بالديدليفت. بعض الوسط تاع الساند باج احسن يكون عند متقدم الاجر شوي لحديت نصها. اوكي، هلا بتمسكها جرب منيح، بتنزل بحوضك بظهرك مستقيم ناتشورال بوزيشن زي الديدليفت، بترفع وبتحضر. هلا ححكي عن القطعه من الركبه والموضع اللي فوق. لما ترفع من الركبه حاول تخلي الساند باج اعلى شيء ممكن، على اعلى البطن بكون احسن موضع. هلا المسكه اللي فوق في ثلاث مسكات من الاعلى فروم ابوف، في الهج اللي هو زي الحضن او اون شولدر على الكتف من اعلى، هي اسرع وحده. لو في لودنج انه بس بدك تشيل الساند باج وتحطها على شيء او ترفعها فوق شيء معين، هاي احسن واسهل مسكه. هاي للاوزان اللي انت مرتاح معها. بعض الناس برتاحوا بالهج، بس هاي بس للمشي، وكمان الرفعه بتنفع كمان من الاعلى بتنفع كمان للمشي. اما ثالث مسكه اللي اون شولدر عاده بتستخدمها بس للاوزان اللي انت عارف حتمشي فيها مسافه طويله، واذا مسموحه في البطوله تاعتك او لا. هاي اول وحده. هلا في عندك الرفعه الثانيه اللي هي هاي اللي هي الهج، اسهل من اول واحده بس ابطا بشوي. وفي عندك ثالث رفعه اللي هي على الكتف. على الكتف هي اكثر واحده ما بتستهلك طاقه، اكثر واحده فيك تجري فيها بسرعه. هلا ححكي عن الهويست او التحميل فوق غرض معين. فهي كالتالي، اللي بفرق فيها هي الحركه وانت فوق، لازم يكون في اندفاع. هلا ححكي عن الاغلاط اللي ممكن تصير برفعه الساند باج من الارض. أكثر غلطة بشوفها الناس ممكن يقوصوا ظهرهم، إحنا حكينا هاي غلط، لأنه بدك تخلي ظهرك كأنك بالديدليفت ناتشورال بوزيشن. ثاني غلطة الناس ممكن يحاولوا يرفعوها من فوق أو إشي، لا دائما حاول جود جريب من تحت، نزل الساند باج على إيديك، ما ترفعها بالبايسبس، خلي إيديك قدر الإمكان مستقيمة، عادي لو طعجوا شوي بس ما تفكر فيها إنك تستعمل بايسبس. ها رفعة. الاغلاط اللي ممكن تصير فوق هي بعض الناس بفكروا انه لو حملتها من تحت انه هاي فكره منيحه، لا هاي بس حتسبب لك مشاكل بالبايسبس، مشاكل بالاكتاف، مشاكل بكل شيء، ومش مسكه قويه. ولا عمرك حتشوف واحد بروفيشنال حامل ساند باج او اي شيء من تحت، لانه انت بهذه البوزيشن ابدا مش قوي. هلا ححكي عن ليوك كاري اسمها، رفعه اليوك. في ثلاث اشياء حتتمحور عليها كل الشرح، هي اختيار الهايت، الارتفاع المناسب، طريقه انك تكون بموضع قوي وثابت تحت اليوك، ثالث اشي طريقه المشي باليوك. هلا حنتكلم عن الارتفاع الصحيح. الارتفاع الصحيح انه انت لازم تحطها عند تقريبا مكان اللوبر والأبر بار بالسكوات، تقريبا عند هذا الخط او فوق شوي، بس ما بتاتا ما تحطها على اي مكان يعرض الرقبه لخطر. حطها على اعلى عضله التراب عادي، لتحت شوي عادي، بس ما تحطها على الرقبه مباشره. هلا الارتفاع الصحيح زي ما انتم شايفين من الارض، انا لو هلا اجيت حطيت حالي تحت ورفعتها في مساحه، لو شوي مرجح الوزن ما يخبط بالارض، فيك قصر هاي المساحه اقل لو كنت بكومبيتيشن بالذات عشان تكون اسرع وتكون رفعه عليك اسهل، بس مش اي شيء اكثر من المساحه اللي فرجيتكم اياها قبل شوي. هلا ححكي عن المسكه تاعت الايدين باليوك. في ثلاث طرق، من جوا تدفش لبابا، بس حتى لو عم تدفش لبابا حاول انك تدفش شوي لقدام، انك تحشر حالك تحت الوزن، اللي هي ثاني واحدة واللي أنا بصراحة ما بفضلها، اللي هي إنه يحطوا إيديهم ورا الوزن هيك. هاي كثير حتكون امبالانس، أنا ما بنصح فيها وكثير خطر على الكتاف. ثالث واحدة اللي مستخدمة أكثر من الأشخاص بجسم أكبر، خلينا نحكي، اللي هي من برا وبتسحب لجوا. هلا انت لازم تشوف شو اريح لكتفك، شو الارتفاع المناسب للرشاقه تاعت كتفك، بس ينصح انه دائما تكون لتحت شوي، مش بكثير لتحت ولا لفوق كثير عشان ما تحمل على كتافك كثير، ودائما يكون الابر باك الجزء العلوي من الظهر شادد. هلا ححكي عن الرفعه مع المشيه. تبدا إنها سكوات بوزيشن، تتأكد إنه أنت موضعك بالانس، لما ترفع مش هتوقع لقدام، مش هترجع لورا، الود اللي بريحك حتى بالخطوات، أنا بحس إنه بتختلف بين شخص وشخص. أول ما تمسك تنزل بتخلي فيه شوية تنشن، بعديها بترفع، ما بتمسك اليوك وبتخبطها، لا، لازم تخلي في بعض من التنشن بينك وبين اليوك قبل ما ترفع. هيك ترفع، بعد ما ترفع ستيب ستيب. هلا ما تحاول تفتح اجريك هيك، خليهم اصغر ما يمكن بس بسرعه، وخليها بالانس. جسمك الفوقاني كجسم فوقاني حاول انه يكون ثابت، اللي عم بتحرك خصر، اللي عم بتحرك اكثر من الخصر والحوض والاجرين، تفكر فيها الحوض والاجرين، الخصر ما تحركه قد ما بتقدر، لما تحمل تيجي بعيد، تخلي فيه تنشن، نفس، ترفع، تمشي. هلا في غلطة كثير ناس بسووها، انه بفكروا انا بس ححط اجري قدام، ما تفكر فيها هاي. إذا بدك تكون سريع باليوك اجر قدام، ما تفكر أنا بدي أجيب هالإجر قدام، فكر إنه هالإجر بدي أسحب جسمي لقدام، اللي هي هاي الحركة، تحط إجرك تسحب جسمك لقدام وأنت عم بتحرك الإجر الثانية، هيك هيك تستخدم العضلات بهاي الإجر عشان تسحب. بتمنى يكون عجبكم الفيديو عن الساند باج واليوك كاري. انا اسمي سالم حفظ الله مع جنريشن سترونج بالوير هاوس جيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عجبكم هذا الفيديو شيكوا وتفرجوا على فيديوهاتنا الثانيه، ولايك سبسكرايب، وتشيك الديسكربشن لللينك للاشياء الثانيه.